السلام عليكم. كنشكركم اللي لبيتوا لي الدعوه ديالي. انا الاسم ديالي صلاح الدين جبار، من ساكنه مدينه سيدي سليمان. تعرضت لمحاوله القتل من طرف الجار ديالي، ودرت شكايه، درت محامي، وتبعنا الامورات قانونيا. فاذا بيا ملي تنخرج من الطبيب، تفاجئني المحامي كيصوني ليا، كيقول لي راه الدعوه ديال السيد حكموا عليه بعام ونص ابتدائي، وهي جنحه جنائيه. وقال لي المحامي جري على راسك شوف شنو دير، راه ما يمكنش هذا الشيء كيدوز في الابتدائي. وانا شهر وعشر ايام وانا مليوح في السويسي، درت عمليه حيدوا لي الطرف من الريه، وخيطوا لي المعده ديالي، وخيطوا لي الصفاقه. تسعه ديال الاطباء اللي داروا لي عمليه. شو هو سبب الاعتداء؟ السبب الاعتداء اخي هو ان الجار ديالي تيشرب بزاف، وتيستعمل الاقراص المهلوسه، تيبص لي على المراه ديالي فين ما تنهضر معاه، تيتهجم عليا بالسلاح الابيض. وفي الصيف هرسوا لي الباب على ولادي، ودرت بهم شكايه، ودرت شكايه محكمه الاستئناف. طلعت حتى القنيطره وعطاوني واحد الرساله ديتها للمحكمه ديالنا سيدي سليمان. عطاوني، طلعت لمحكمة الاستئناف بقنيطرة بحكم أنني تمشي للكوميسارية في المدينة ديالي، ما تلقاش شي معاملة من طرف السلطات. الناس اللي في كوميسارية كيقولوا لي احنا ما قديناش عليهم، هذا تقد عليهم نتايا. هو عنده شي سوابق عدلية؟ عنده سوابق عدلية الضرب والجرح، ومؤخرا كان طاح في واحد المشكل ديال الاغتصاب. عنده هو شي عائله ديالو، راك عارف تيبقاو يفكوا له المشاكل ديالو. وفي الصيف راه هرسوا لي الباب على وليداتي، ودخلوا عليا حتى للدار، وعييت ما نجري ما لقيت حتى شي واحد اللي وقف معايا. تمشي للكوميساريه كيشدوا لي من عندي لاكارت حتى لجوج ثلاثه، كيعطوني لاكارت ديالي تيقولوا لي سير في حالك. تتجي الام ديالو للكوميساريه، هي والاخ ديالو عنده واحد المنصب في الدولة، هو اللي تيفك له المشاكل ديالو. المهم جيت لقنيطرة محكمة الاستئناف، درت شكاية في محكمة الاستئناف. تعاطفوا معايا من شافوا هذوك الفيديوهات. السيد هز عليا جوج ديال الجناوة وتهددني بالقتل، وهرس لي الباب على ولادي، وضربوا لي مرتي. اش باقي كيهددك؟ هادشي قبل من هادشي في الصيف، هادشي وقع لي في الصيف. ملي ما لقيت شي واحد اللي وقف معايا، صافي داكشي تنسى. ودابا جات يتهجم عليا وتهرس عليا الباب. ملي خرجت لعندو خرج ليا بجوج ديال الجناوه، وضربني اخويا الريه ديالي هنا، وضربني المعده والصفاقه. هاد الضربه فين جاتني؟ هنايا. ضربني ضربه هنايا، وضربني هنايا، وعاودني وجاتني ضربه هنايا في المعده. ها هي دخلت، ها هي ضربه المعده، دخلت لي في المعده والصفاقه. والعمليه اللي درت خلات الاخرى صفاقه. ها هي العمليه اللي درت، ها العمليه اللي درت، حيدوا لي الطرف من الريه فيه رابعه. وقال لك هاد الجنحه هادي دوزوها لي في الابتدائي وزربوا عليا. انا ما دوزت حتى جلسه في المحكمه، ما شفت حتى شي واحد في المحكمه. خرجت من الطبيب صدر الحكم بعام ونص. وهذا الشيء هذا راه ماشي معقول. يعني كنوجه حكم غير منصف، حكم غير منصف، وراه جنحة جنائية. هذه ماشي ابتدائية، محاولة القتل. راه ضربني أربعة ديال الضربات، ضربني هنا حدا قلبي، خشاها ولا جبدها ولا عاود خشاها لي هنايا. جاب الله أنا كاليتها. واش كان في حالة هستيرية؟ كان في حالة سكر، هو تيستعمل الأقراص المهلوسة معروف. ديما المشاكل وديما الروينة في هذيك الزنقة. وعنده شنو سميت الزنقه بالضبط؟ انا كنسكن في مدينه سيدي سليمان، حي الغمارية. بالنسبه للزنقه اللي فيها كاميرا ولا عندي فيديوهات؟ عندي فيديوهات. انا من حيت هو ملي تيجي كيكون جاي من سكران، جاي بالليل، ديما تيضرب لي قراعي الشراب في الشرج. ضرب لي هذيك النهار نهار انا بقى تيضرب القراعي في الشرج، تيهرس كيسان. خرج لعدي لك حتى راجل خرج تنقتله. نصيبتي جبد التليفون، بدات تتصوروا من الفوق، جبد جوج جناوه. ومن خرجت لعندو وانا نعاش الشيطان،
تلاوح عليا، تلاوح عليا تشدي ثانوية راه عندي الفيديو. طارت له جنوي من يدو، جنوي بقينا كندورو بها انا وياه في الارض تنطرادخو بها، تنطرادخو بها تخشاها ليا في مصراني هنايا، ولا خشاها لي في صدري هنايا. وهنا من دفع لي جيت الريه صافي، الدفعه الاولى جبتها معاه، الدفعه الثانيه بقيت شادها له، تسخفت صافي غيبت ما عقلت عليه. حليت عيني لقيت راسي في طبيب الغابه في قنيطرة. نعم، الحاله النفسيه اللي كتعيشها دابا من بعد هذيك الحادثه؟ الحاله النفسيه خويا انا في اضطرابات، متبع طبيب نفساني. انا ملي كنت في السويسي تجيني حاله هيستيريه تنبقى نغوت بالليل، هما يجيبوا لي الاطباء طبيب نفساني الاول ما حلل الشخص معها، ما شخص الحاله ديالي، ولا جابوا لي طبيب نفساني الثاني عطاني واحد الدواء تنشربو تنعس، تنشربو تنعس نهار كامل. واش هاد العداوه كتقبل ولا غير معاك انت بالضبط؟ ما عنديش مع اخويا عداوه، هاد السيد هذا سبحان الله العلي العظيم ما عرفتش انا كيفاش تسلط عليا اخي. انا مولا وليدات، وانا ما تنعيش سيدي سليم، تنساكن سيدي سليمان ولكن تنمشي لطنجه. انا 19 سنه وانا في طنجه، عندي كليان ديالي، عندي كلشي، تنخدم الصباغه والماء وتنمشي نخدم تما وتنلقى طريفه الخبز تنجي عند وليداتي. دابا ما خدامش؟ دابا انا جلست حتى الطبيب، انا الطبيب قال لي ما يمكنش ليا نزاول المهنه ديالي بحكم انني صباغ، دابا حيت طرف من الريه ما يمكنش ليا نزاول المهنه ديالي. وانا تنوجه نداء للسي الحموشي وجلاله الملك وجميع المسؤولين، تكون رقابه، تكون رقابه، الله يرحم الوالدين في المحاكم، وتكون رقابه في هذا الشيء. هذا راه ولاد الناس سيضيعوا. حسيتي بالحضره؟ هذا الشيء راه ماشي معقول. بغيت ننتحر اخي ما كذبش عليك، بقيت باغي نعيش في هذه البلاد. انا مولا وليدات صاحبي ضعت، واش نهز كلينيكس نبقى نسعى بيه في الطوبيس؟ عندي صنايعه ديالي تناكل بها طريفه الخبز، نعيش بها وليداتي. انا دابا ما خصنيش نقيس، الطبيب قال لي بعد من الصنعه ديالك مينيموم 5 سنين تتخلف لك الريه. كنتي كوما؟ حضرتي حتى شي جلسه؟ ما حضرت حتى شي جلسه، ما هضر معايا حتى شي واحد، ما عبرني حتى شي واحد. ما جا عندي المحامي، خرجت من الطبيب 4 ايام وقيله ولا 5 ايام ترتاح في الدار المحامي صونا للمراه، قال لها السيد راه حكموا عليه بعام ونص، راه زربوا عليا ما خلونيش تنترافع تنهضر تندير حتى شي حاجه. قال لي جري على راسك، شوف ولدي شنو غدير راسك. الشهاده الطبيه اخويا انا نعست في الطبيب شهر و10 ايام وعطاوني 90 يوم، عطاوني 3 شهور ومازال في الكونترول. دابا 7 ايام خصني نمشي نعاود الكونترول. واش باقي كتشوفوا حداك في الحومه كيدور؟ دابا هو مسدود حاليا، هو في السجن دابا. ولكن الوالده ديالو شنو نتوما اللي دخل عليها؟ الوالده ديالو ملي كتخرج من سيبتي تتبقى عليها اخرتها فلوس مخزن في جيبي. شنو نتوما اللي تشد عليها على قوه الاخر؟ هو فايت مسدود على الضرب والجرح، ضرب خوه، ومؤخرا كانت عنده واحد المشكل ديال الاغتصاب فكوه له، فهمتيني؟ اغتصب واحد البنت، ما عنديش معلومات 100%، ولكن هذا هو المشكل. كان خدام هو سيكيريتي في واحد المؤسسة تعليمية، واغتصب واحد البنت، فهمتي؟ وفكوه له من الدار ديالو، عنده واحد الأخ ديالو عنده منصب تيفك له المشاكل ديالو. هذا هو ديالو خدام في الرباط؟ لا، خدام عندنا تما، خدام في مدينة سيدي سليمان، عنده واحد المنصب تما، هو تيدير لك حلا في الزحله وخو تيفك له المشاكل ديالو. هذا الشيء راه معروف عندنا في البلاد، وتنتمنى من الله تكون شي رقابه على هذا الشيء. انا تنوجه نداء السي الحموشي والمسؤولين، تكون رقابه، راه ولاد الناس تيضيعوا عليه، تيضيعوا على والو. اختي انا كتفقد الحياه ديالك وتخلي اسره؟ انا فقدت اخويا الحياه ديالي، انا راه مت وحيت. انا الطبيب ديالي اللي كان متبع ليا تما، انا عطاك النمره ديالو غادي تسمع، انا نعطيك تسمع التقرير الطبي ديالي شنو فيه، الحاله ديالي كيفاش. ها هو التقرير راه عندي اوديو، عطيته للدكتور ترجمو ليا اوديو، هو راه دازت عليا المرض. شنو الطلب؟ مت وحيت. حقي اخويا، انا بغيتهم ياخذوا ليها حقي، انا بغيت نسمع شي حكم مرضي. ما يمكنش انا 5 سنين ما نتحركش وما نخدمش، واحد يدي عام ونص، ودابا دا عام ونص راه يدوز في السينا، في حيدوا له العام خلوا له 6 شهور. شنو درتي دابا؟ يخرج يقربني انايا ولا شي يدير معايا شي حاجه. انت خايف انك انا وليت الاعتداء؟ وليت خايف على ولادي، ما دابا شهر ما صيفطهمش للمدرسه يقرا، حتى تقوم تقول لي انا واحد بسبعة مونس باقا عندي جوج نصيفطهم عليكم. والله لا قريتي ولادك ولا درتي الشلاع شي حياتك مرتاح، باقا انت هدوني الان. فكتنعش في الليل ما تنعش اخويا، اضطرابات نفسيه ونتبع طبيب نفساني، هو كلشي عندي في التقرير الطبي.
لدرجة أن المحامي قال لي التقرير الطبي ديالك بالفرنسي راه ما عرفوش يقراوه في المحكمة، راه ما يمكنش واحد شاد منصب في الدولة ما يعرفش يقرا، ما يعرفش يقرا تقرير بالفرنسي. عندك ثقة في القضاء المغربي؟ عندي ثقة في القضاء المغربي، عندي ثقة. أنا تنتمنى الدعوة ديالي تجي لقنيطرة، لأنني عارف الناس ديال قنيطرة النزاهة، حيت المرة اللي فاتت حتى واحد ما سمع لي في بلادي مدينة سيدي سليمان، وما طلعت لهنايا دزت واحد الناس عندك باقي عاقل على السميه الخاليه سميتها، دزت عند الخاليه وتعاطفوا معايا وشافوا الفيديوهات وقالوا لي ما يمكنش هذا السيد، هذا التهديد وهذا السلاح اللي هاز راه خصو يدوز عليه قليله عام ديال الحبس، وعطاوني واحد الشكايه وطبعوها لي وقالوا لي غتشي عند السيد الوكيل الملك بلا ما نذكر الاسم ديالو وغادي تعطيه هذه الرساله هذه. ملي مشيت للمحكمه عطيتهم الرساله حتى شي واحد ما ولا رد عليا، فيما تنجي نسول تيقولوا لي سير حتى السيمانه الجايه، سير حتى السيمانه الجايه. شنو الامر القانوني غديرها ان شاء الله؟ امور قانونيه ان شاء الله. بغيت انا الدعوه هذه تولي جنائيه، لان الدعوه هذه راه ماشي جنحه ابتدائيه، وما زربوا عليا انا ما دخلت للمحكمه ما شفت لا رئيس ما شفت لا ما هضر معايا حتى شي واحد، ما هضرت مع حتى شي واحد. زربوا عليا المحامي ديالي قال لي راه زربوا عليك، شوف شنو غدير ولدي راسك. شكون اللي كان يعني معاك في جنبك وقف جنبك في هذه الحاله اللي كنتي في خطر؟ شكرا. بغيت نقول للاطباء اولا وقبل كل الله سبحانه وتعالى اولا وقبل كل شيء، هو اللي نجاني لوليداتي، والاطباء اللي في السويس يجراو معايا مساكن وما خلاو ما داروا معايا، الله يرحم لهم الوالدين والوالده ديالي والمدام ديالي والاخت ديالي مسكينه جرات معايا. والشكر خاصه نشكر انا الاطباء، اكثر نشكر الاطباء تعاملوا معايا معامله خاصه وفي الانعاش داروني في غرفه ديالي بوحديتي وتعاطفوا معايا الله يرحم لهم الوالدين. كلمه اخيره. كلمه اخيره نوجه نداء للسي الحموشي وجلاله الملك واي مسؤول في هذه البلاد، راه ولاد الناس تضيعوا بجوج دراهم، راه كاين اللي تيشد فلوس ولاد الناس تضيعوا. انا دابا انا ضعت، شنو هي الحاله هذه؟ باش انا عندي جوج وليدات وانا دابا الطبيب تيقول لي ما تقربش للصنعه ديالك، شنو غندير واش انا نبقى نتسلف خمس سنين ولا ست سنين باش نعيش وليداتي نغرق كريدي؟ هادشي راه انا حكم مرضي غيقنعني غيقويني نوقف على رجليا، انا زادوا دمروني مره اخي صافي وشكرا الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.